الآن استوديو الحدث. أهلا بكم مشاهدينا، أنا ضحى الزهيري أحييكم إلى استوديو الحدث لهذا اليوم. هذه أبرز العناوين. بلينكن يؤكد إصرار واشنطن على توصل لاتفاق في غزة الآن ويلوم حماس على التأخير. حماس ترد على بلينكن وتقول إن تصريحاته محاولة للضغط على الحركة وتبرئة إسرائيل. الجيش الإسرائيلي يعلن نيته إنشاء منطقة آمنة جديدة بوسط غزة لنازحي رفح وتوسعة المنطقة الآمنة في المواصي. بولندا تحقق في خسائر بملايين الدولارات بشركة نفط رسمية وتشتبه بتورط حزب الله. اشتباكات بين محتجين مؤيدين للفلسطينيين وآخرين مؤيدين لإسرائيل في جامعة كاليفورنيا. استهل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارته إلى إسرائيل وهي السابعة له منذ 7 أكتوبر بلقائه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ في تل أبيب. قال بلينكن إن واشنطن مصممة على إيجاد اتفاق الآن بين حماس وإسرائيل وألقى باللوم على حماس في التأخير بإبرام الاتفاق. حتى في هذه الأوقات الصعبة نحن مصممون على التوصل إلى وقف لإطلاق النار يعيد الرهائن إلى ديارهم. السبب الوحيد لعدم حصول ذلك هو حماس. ومن المقرر أن يلتقي بلينكن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه لمناقشة مقترح مصر حول الهدنة في غزة قبل إرسال وفد إلى القاهرة لإجراء محادثات. زيارة بلينكن للمنطقة تتزامن مع تأكيد واشنطن التزامها بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار فوري في غزة يضمن إطلاق سراح الأسرى ويسمح باتخاذ خطوات إضافية لزيادة المساعدات. سيناقش بلينكن مع الحكومة الإسرائيلية ملف وصول المساعدات الغذائية والإمدادات الاستشفائية خصوصا بعدما أعلن أن رصيف البحري قبالة غزة سيكون جاهزا بعد أسبوع لاستقبال تلك المساعدات. وكذلك ستتم مناقشة الضربات الإسرائيلية التي لا تتوقف منذ أشهر على قطاع غزة المحاصر والتي يذهب ضحيتها مدنيون، بينما تؤكد إسرائيل أن هدفها عناصر حماس. وقد تظاهر العشرات أمام مقر إقامة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين. To meet with some of the families of some of the hostages, as I have on every visit to Israel. من القدس ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. زياد أهلا بك معنا على شاشات الحدث دائما. إذن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في إسرائيل وفي هذه الزيارة السابعة له للمنطقة، ما الأسئلة التي سيطرحها على نتنياهو وحكومته وما الإجابات المتوقعة؟ ما الذي يقال يعني من محللين ومتابعين حول أهداف هذه الزيارة واستعدادات إسرائيل للرد على أسئلة بلينكن؟ بلينكن يلتقي حاليا مع نتنياهو في لقاء ثنائي يتطور خلال النصف ساعة المقبلة إلى لقاء يشارك فيه مستشارون عن الجانبين. اللقاء سيبحث في 3 نقاط أساسية. النقطة الأولى موضوع صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار. بلينكن سيشدد على أن الولايات المتحدة ترى ضرورة ملحة للذهاب إلى هذه الصفقة الآن
وبالإضافة إلى ذلك الأمر الثاني هو رفح. بلينكين سيحذر إسرائيل من الذهاب إلى عملية برية في رفح بدون التنسيق المسبق مع الولايات المتحدة، وفي ظل الظروف والمعطيات الحالية الإنسانية في رفح التي ترى واشنطن أنها تعيق مثل هذه العملية. والأمر الآخر هو ملف المساعدات الإنسانية الذي عمليا يريد أن يتحقق من أن نتنياهو ينفذ ما وعد به الرئيس الأمريكي بايدن قبل شهر، ولهذا يزور أيضا لاحقا ميناء أسدود وأحد المعابر الحدودية في هذا الإطار، قبل أن يلتقي أيضا الوزيرين أيزنكوت وغانتس في منطقة غلاف غزة. بالنسبة لإسرائيل إجاباتها أيضا ستكون بأنها تريد أن تذهب إلى هذه الصفقة، ولكن ليس بكل ثمن، بمعنى ليس بثمن وقف الحرب بأي حال من الأحوال، وأنها تريد أن تستكمل العملية في رفح لتحقيق الأهداف كما يقول نتنياهو، الذي سيطلع بلينكين أيضا على الصعوبات الداخلية التي يعانيها من شركائه في الحكومة. الملفت كان بدون أدنى شك هو المشهد الذي فيه وزير خارجية أمريكا يذهب إلى المعتصمين أو المحتجين الإسرائيليين من عائلات الأسرى ويخاطبهم مباشرة في أجواء ودية للغاية. هذا المشهد وفق مراقبين في إسرائيل لا يستطيع قطعا نتنياهو أن يفعله أو الكثير من الوزراء أقلهم من اليمين، لأنهم عمليا يواجهون بغضب كبير من المتظاهرين ومن عائلات الأسرى التي تقول بأن الولايات المتحدة تبدو حريصة أكثر من حكومة نتنياهو على صفقة تبادل. زيادة فيما يتعلق بعملية اجتياح رفح ومطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بخطة ذات مصداقية تقدمها إسرائيل قبل هذه العملية، هل ما زلنا نتحدث عن رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في خطة ذات مصداقية قبل اجتياح رفح، أو ربما هذه الزيارة تريد أن تغلق هذا الملف، أن تدفع إسرائيل بعدم اجتياح رفح أصلاً؟ بطبيعة الحال الولايات المتحدة لا تعارض عملية إسرائيلية برية في رفح، هي تعارض القيام بهذه العملية الآن وبهذه المعطيات، بمعنى أكثر من 1,000,000 نازح فلسطيني يتواجدون في رفح، وهي ترى بأن ذلك سيقود إلى كوارث وقد يعني يقود إلى أمور تعقد الوضع برمته. ولهذا هذا هو الجدل الحقيقي بين واشنطن و تل أبيب، فيما أن نتنياهو سيعرض إمكان أن يكون هناك حل وسط، بمعنى أن تبدأ إسرائيل عملية تدريجية في رفح ومحدودة للغاية، يمكن أن توقف في كل لحظة يتسنى فيها العودة إلى صفقة تبادل. هذا هو الطرح الإسرائيلي الحالي على مسامع الأمريكيين، فيما أن الخشية الحقيقية لنتنياهو هو أن إدارة بايدن تريد أن ترى مع صفقة التبادل نهاية للحرب. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن ترى صفقة لتبادل الأسرى وهدنة في غزة، إلى أي مدى سيدفع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين في هذا الاتجاه في هذه الزيارة أكثر من كل المرات السابقة، وما فرص نجاح هذا الضغط هذه المرة؟ رأيناه عمليا يلقي باللائمة مسبقا على حماس، رغم أنها لم تقدم بعد ردها الرسمي للمصريين. وفق المعلومات هذا قد يحدث مساء هذا اليوم أو غدا في انتظار هذا الأمر. رغم ذلك في الكواليس هو يدرك أيضا بأن جزءا من هذه المشكلة هي نتنياهو ووزراء اليمين الذين هددوه بشكل واضح بإسقاط الحكومة إذا ما ذهب إلى صفقة التبادل المطروحة حاليا. بهذا المعنى سيحاول أن يضغط على إسرائيل أيضا في هذا الاتجاه، لا سيما وأن هناك عددا محدودا من الأسرى يحملون الجنسية الأمريكية أيضا. شكرا جزيلا، مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي كنت معنا من القدس.
وصف سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج وصف اتهام أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكية للحركة بتأخير الوصول إلى اتفاق هدنة في غزة بالمخالف للحقيقة. اعتبر أبو زهري أن بلينكين يحاول ممارسة الضغط على حماس وتبرئة إسرائيل. نقل تلفزيون القاهرة الإخبارية عن مصدر مصري رفيع المستوى القول إن جهود التوصل إلى اتفاق على هدنة في قطاع غزة مستمرة وسط أجواء إيجابية. أضاف المصدر المصري أن مشاورات مصرية تجرى مع كافة الأطراف المعنية لحسم بعض النقاط الخلافية بين إسرائيل وحماس. كان مصدر مطلع على مفاوضات التهدئة وتبادل المحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل قال إن صفقة بين الطرفين باتت وشيكة وقد يتم التوصل إليها خلال بضعة أيام إذا تم الانتهاء سريعا من بعض الإشكاليات التي تعيق التنفيذ. وكشف المصدر المقرب من الوسطاء لوكالات أنباء أن المقترح المصري يحظى بقبول لدى الطرفين، إلا أن الإشكالية تتعلق في عدد المحتجزين لدى حماس من الفئة العمرية والطبيعة الوظيفية المطلوب الإفراج عنهم ضمن المقترح. تدرس الإدارة الأمريكية استقبال فلسطينيين من قطاع غزة كلاجئين على أرضها. هذا ما كشفته وثائق حكومية أظهرت أن كبار المسؤولين من الوكالات الأمريكية الاتحادية ناقشوا مؤخرا تطبيقا عمليا لإعادة توطين فلسطينيين من القطاع تربطهم علاقات عائلية مع أمريكيين أو مقيمين دائمين. عدد هؤلاء صغير جدا وفق شبكة CBS الأمريكية الإخبارية التي تحدثت عن خضوعهم لسلسلة فحوصات أهلية وطبية وأمنية على أن يتم توفير الإقامة الدائمة لهم إلى جانب مزايا إعادة التوطين مثل المساعدة في السكن والطريق للحصول على الجنسية الأمريكية. الشبكة نقلت عن متحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ساعدت أكثر من 1800 مواطن أمريكي وعائلاتهم على مغادرة قطاع غزة وقد انتقل الكثير منهم إلى الأراضي الأمريكية. المتحدث قال إن واشنطن وبتوجيهات من الرئيس جو بايدن ستوصل مساعدة بعض الأفراد الضعفاء بشكل خاص مثل الأطفال الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة. في هذا الإطار أفاد الشبكة CBS الإخبارية أن الولايات المتحدة وفق إحصاءات وزارة الخارجية قد استقبلت في العام 2023 56 لاجئا فلسطينيا، أي 0.0% من أكثر من 60,000 لاجئ أعيد توطينهم خلال ذلك العام. من القاهرة انضم إلينا الدكتور أحمد سيد أحمد الباحث في العلاقات الدولية والشؤون الخارجية. أهلا والشؤون الأمريكية عفوا، أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. أمريكا تدرس استقبال فلسطينيين من غزة، لماذا الآن؟ ما دللت هذا التوقيت؟ وألا يعني ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية تشارك إسرائيل وجهة النظر بإخلاء قطاع غزة من الفلسطينيين؟ تحياتي لك يا ضحى ولكل مشاهدي قناة الحدث الكرام. في الواقع الإعلان عن هذا التوقيت يحمل دلالات كبيرة لأنه متزامن مع قرب الإعلان عن انتهاء من الرصيف البحري الأمريكي المؤقت والميناء البحري الذي دائما هناك مخاوف من أن يتحول ليس فقط لوسيلة لإدخال المساعدات ولكن أيضا ربما لخروج الفلسطينيين عبر هذا الميناء وهذا الرصيف البحري في إطار ما يعرف بالهجرة الطوعية. وبالتالي هناك توقيت يعني مهم ويحمل دلالات كثيرة، لكن في المقابل أمريكا تحاول أن تبدد هذا الأمر من خلال الإعلان عن أن استقبال لاجئين فلسطينيين يأتي في برنامج اللجوء الأمريكي تحت فكرة أن لهم أقارب وعائلات في أمريكا والمقيمين. يعني وفقا كمان أشرتي العام الماضي استقبلت أمريكا فقط 56 فلسطيني كلاجئ من بين 60,000 لاجئ من دول العالم. في خلال العقد الماضي أكثر من 10 سنين استقبلت فقط 600 فلسطيني من بين 400,000 تم استقبالهم أيضا كلاجئين. وبالتالي هنا يعني محاولة أمريكية ربما قد تتطور لتشجيع الفلسطينيين تحت مظلة برنامج اللجوء، وهذا البرنامج أيضا يتضمن أن أمريكا تسمح بقبول أي لاجئ سواء كان فلسطيني أو غيره في حالة تعرضه للاضطهاد. وبالتالي هنا قد يعني يدعي البعض. وبالتالي دكتور أحمد إلى أي مدى تريد الولايات المتحدة
المتحدة الأمريكية بهذا الإعلان في هذا التوقيت أن تفرغ قطاع غزة من الفلسطينيين وأن تشجع دول أخرى أيضا على القيام بنفس الخطوة؟ بالطبع هنا الخطورة، لأن دائما سيكون القبول بأن فلسطين يتعرضون للاضطهاد سواء من قبل حماس، أن حماس تضطهدهم وبالتالي يفتح الباب أمام هؤلاء. أيضا يشجع دول أوروبية كانت رافضة لهذا الهجرة الطوعية باعتبار أن هناك خصوصية فيما يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين على خلاف حتى اللاجئين سواء من أفغانستان أو غيرها، لأن هذا يعني تصفية القضية الفلسطينية وبالتالي تنفيذ مخطط إسرائيل الذي فشلت فيه حتى الآن، وهو التهجير القسري سواء عبر إلى سيناء كما يعني ضد مصر هذا المخطط، او الهجره الطوعيه دول اوروبيه، وعرضت حتى تمويل وميزانيات ضخمه لاستقبال دول منها مثلا كل دوله 10,000 او 100,000 حسب كل دوله اوروبيه. لكن في اعتقادي هذا يحمل دلالات مهمه ودلالات خطيره فيما يتعلق بتفريغ سكان قطاع غزه، خاصه ان الميناء البحري يمثل ايضا علامات استفهام، لان سيدير هذا الميناء هو الجانب الاسرائيلي، وبالتالي يعني ان هناك ترتيبات امنيه وايضا تواجد القوات الامريكيه. والسؤال دكتور احمد، يعني لماذا انفاق كل هذه حول يعني إثارة هذا البرنامج؟ لكن هناك ربما إشكالية أو تحدي خاص بالجانب الأمريكي متعلق في معارضة فيما يتعلق بالميناء الذي يعني أشرت إليه. مشكلة الهجرة واللاجئين تمثل الآن أحد قضايا الانتخابات الأمريكية، والجمهوريون يرفضون تماما. طيب على ما يبدو دكتور أحمد لا يسمعني، اللاجئين الفلسطينيين يعتبر أنهم يعني خطر على الأمن القومي، أنهم منحازون مع إسرائيل، وبالتالي ربما هذا يقبح إلى حد ما هذا التوجه الأمريكي نحو استقبال. دكتور أحمد تسمعني؟ دكتور أحمد تسمعني؟ نعم أسمعك الآن، أسمعك تمام. كنت تشير إلى الميناء البحري، السؤال هو لماذا تنفق الولايات المتحدة الأمريكية كل هذه الأموال على ميناء بحري لإيصال مساعدات ولا تبذل جهد أكبر مثلا في إقناع إسرائيل؟ هناك بالفعل معابر وهي مجهزة لإدخال المساعدات، لا تريد إسرائيل أن تدخل المساعدات عبرها، وبالتالي في إنشاء ميناء هل فعلا الولايات المتحدة جادة بأنها فعلا تريد إدخال مساعدات؟ لأنه لو تريد إدخال مساعدات هناك طرق أخرى أسهل بكثير وأقل كلفة وموجودة. يعني بالطبع اتفق معك في هذا الطرح، عامة يعني هناك علامات استفهام حول يعني الهدف الحقيقي من وراء انشاء هذا الميناء. الهدف الامريكي المعلن ادخال المساعدات الانسانية لقطاع غزة خاصة منطقة الشمال، لكن انا في اعتقادي الافهام الباطنية والحقيقية هناك اهداف عديدة، اولا متعلق ب يعني ترتيب او تهيئة الاجواء لاسرائيل لاعادة ربما الاحتلال القطاع او ترتيبات امنية. هناك طبعا اهداف متعلقة بثروات غزة من النفط والغاز بقبالة السواحل، ايضا فيما يتعلق بهدف ربما تشجيع الفلسطينيين على الهجره الطوعيه، يعني ان السفن التي تحمل المساعدات بدل من تعود فارغه تعود بمن يرغب في الهجره. واعتقد ان الظروف الصعبه التي يعانيها القطاع بعدما تحول الى جحيم او مكان لا يمكن العيش فيه قد تدفع الكثيرين من الفلسطينيين للخروج من القطاع في ظل يعني وجود ركام تماما وعدم وجود اي اشكال الحياه، كلها اهداف ربما تثير علامات استفهام، لان الهدف المعلن وهو إدخال المساعدات يمكن تحقيقه من خلال فتح المعابر. هناك أكثر من 6 معابر بين إسرائيل وبين القطاع، أن تضغط على إسرائيل لفتح وإدخال المساعدات المتكدسة أمام معبر رفح. هناك أيضا معبر إيريز، هناك معابر كثيرة، وبالتالي أنا في اعتقادي أيضا هذا بيثير دائما التساؤلات حول المواقف الأمريكية المعلنة والمواقف الحقيقية. طيب ونبقى في المواقف الأمريكية وخاصة في ظل زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إلى المنطقة للمرة السابعة، هو اليوم في تل أبيب، وبالتالي هل يحمل أي جديد غير المطالبة بخطة ذات مصداقية قبل اجتياح رفح، دعوات لإدخال المساعدات، دعوات للتوصل إلى هدنة؟ وبالفعل كما قال زميلي زياد، هو سبق أصلا هذه الزيارة بانتقاد حماس على أنها تماطل أو تتباطأ في تقديم ردها. يعني في الواقع أن الموقف الأمريكي يظل دائما جزء من المشكلة وليس جزء من الحل. لماذا؟ لأن أمريكا دائما تريد، هي لديها مصلحة في تحقيق هدنة وإعادة الرهائن لاعتبارات انتخابية، استيعاب الضغوط الأمريكية المتزايدة خاصة في الجامعات الأمريكية، وإظهار أنها يعني مع الدعم الإنساني، مع الهدنة، مع وقف القتال. لكن عمليا على أرض الواقع المواقف الأمريكية لا تقود في هذا الاتجاه. أولا عندما دائما تلعب دور الوسيط ولكنها تجلس في المقعد الإسرائيلي، هي مسبقا تلقى
عقب اللائمة على حماس، وكأنها تقول أو تبرر لإسرائيل أنها استنفذت كل السبل، وأن العائق الأساسي أمام حماس ما أمام الهدنة هو حماس بتعنتها. وكما قال في الأيام الماضية هناك عرض سخي جدا، لكن أنا في اعتقادي أنه يمكن لحماس أن تسحب البساط من تحت الجانب الأمريكي والإسرائيلي بقبول ومناقشة هذا المقترح المصري المهم. شكرا. لأنه يمثل مرحلة متقدمة للأمام، هو لن يفقد كل أوراقها، جزء فقط من الرهائن ستفرج عنه، وبالتالي يتبقى لديها الرهائن العسكريين، وأيضا يمنع ولاية الزريعة الإسرائيلية لاجتياح رفح، وبالتالي حدوث كارثة إنسانية. دكتور أحمد سيد أحمد، الباحث في العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا. أعلن الرئيس القبرصي أنه يتوقع أن ينجز الجيش الأمريكي بناء الرصيف العائم على ساحل غزة غدا للسماح بإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع. تصل المساعدات الدولية التي تخضع لتفتيش صارم من جانب السلطات الإسرائيلية بشكل محدود من مصر عبر معبر رفح، لكنها غير كافية نظرا للحاجات الهائلة لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مطلع مارس إنشاء ميناء مؤقت لنقل المساعدات بحرا لغزة. أطنان من المساعدات الإنسانية ستنقلها قوات الجيش والبحرية الأمريكية إلى غزة، ولكن هذه المرة من خلال ميناء بحري مؤقت. إذن الجيش الأمريكي سيقوم بتجميع المنصة العائمة الكبيرة على بعد عدة أميال من ساحل غزة، والتي ستكون منصة انطلاق لعمليات التسليم. البنتاغون أعلن أن المساعدات ستنطلق من جزيرة قبرص ليتم بعدها تفتيش ومن ثم تحميلها على منصات نقالة، فيما تنقل تلك المساعدات عبر السفن التجارية لمسافة تزيد عن 200 ميل إلى الرصيف الذي يقوم الجيش الأمريكي ببنائه، ومن ثم الجيش الأمريكي سيأخذ المساعدات من السفن التجارية يقودها بعد ذلك إلى قوارب أصغر. هنا ينقل الجيش الأمريكي المساعدات من القوارب إلى جسر عائم، بعدها تؤخذ المساعدات إلى منطقة آمنة حيث يتم تفريغها لتستلمها وكالات الإغاثة. أعلن البنتاغون أن 1000 جندي وبحار أمريكي سيشاركون في مشروع الميناء المؤقت، كما أن الميناء سيمكن في البداية من نقل حوالي حمولة 90 شاحنة من المساعدات يوميا، سيصل في النهاية إلى حمولة 150 شاحنة يوميا. أفادت صحيفة جيروسلم بوست أن الجيش الإسرائيلي يعتزم إنشاء منطقة آمنة جديدة في وسط قطاع غزة لإيواء الفلسطينيين المقرر إجلائهم من رفح جنوب القطاع. كانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله بالأمس إن عملية إجلاء المدنيين من رفح بدأت بالفعل تمهيدا لشن الهجوم البري على المدينة. والزميل أحمد بجاتو سيطلعنا على تفاصيل هذه المنطقة الآمنة. إليك أحمد. شكرا ضحى. الجيش الإسرائيلي يعتزم إنشاء منطقة آمنة جديدة في وسط قطاع غزة، وذلك لإيواء الفلسطينيين المقرر إجلاؤهم من رفح بجنوب القطاع. الصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أفادت أن المنطقة الآمنة أو هذه المنطقة الآمنة تقع بالقرب من أو على مشارف منطقتي البريج والنصيرات، هذه المنطقة تحديدا، وهذه المنطقة القريبة أيضا من محور نتساريم، هذا المحور الهام للغاية والذي يفصل شمال القطاع عن وسطه وجنوبه. قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت أن المنطقة الآمنة ستكون كما ذكرنا بجانب النصيرات والبريج وقرب هذا المحور، وهو المحور الهام الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه.
طبعا هذا يأتي ضمن مخطط الجيش الإسرائيلي لتقسيم القطاع. أيضا هناك منطقة أخرى سيتم توسيعها لإيواء الكثير من اللاجئين في حال بدء هذه العملية. هذه المنطقة هي منطقة المواصي التي الموجودة في هذه الدائرة والتي تقع ناحية الشرق باتجاه خان يونس في جنوب قطاع غزة، وهو الأمر الذي أكدته مصادر عدة. أيضا وفقا لصور الأقمار الصناعية والتي تظهر وجود العديد من الخيام، هذه الصور تم التقاطها. كانت وسائل إعلام إسرائيلية أيضا نقلت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن عملية إجلاء المدنيين من رفح قد بدأت بالفعل، وذلك تمهيدا لشن هجوم بري على المدينة. غير أن فيليب لازاريني المفوض لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا قال أمس إنه لم يطلب بعد من سكان رفح إخلاء المدينة، لكن ما بين المحاولات السياسية الدولية لتثبيت الهدنة وإصرار الجيش الإسرائيلي على استكمال هجومه على رفح، يبقى سكان المدينة في انتظار ما سيحدث لهم في قادم الأيام، فإما البقاء وإما الإجلاء. إليك ضحى. شكرا جزيلا لك أحمد. من رفح جنوب غزة ينضم إلينا مراسل الحدث أسامة الكحلوت. أسامة أهلا بك معنا، إذن ما الذي يحدث في رفح اليوم من غارات واستهدافات إسرائيلية وأيضا من استعدادات ربما للنزوح مرة جديدة إلى تلك المنطقة الآمنة التي تتحدث عن إنشائها إسرائيل؟ نعم، آخر الاستهدافات الإسرائيلية كان على مدينة غزة قبل قليل باستهداف منزلا في منطقة حي الزيتون في المنطقة الجنوبية لمدينة غزة. خلف هذا الاستهداف لهذا المنزل سقوط ضحيتين وعدد آخر من الإصابات، نقلوا إلى المستشفى المعمداني في وسط مدينة غزة. أيضا صباح هذا اليوم الطائرات المروحية أطلقت النار على مواطن كان على مقربة من جسر وادي غزة وسقط الضحية ونقل إلى مستشفى الشهداء الأقصى. نتحدث عن ثلاث ضحايا وعدد كبير من الإصابات منذ ساعات صباح هذا اليوم حتى هذه اللحظة. بالإمكان الحديث على أن الأوضاع هنا في مدينة رفح تحديدا حتى هذه اللحظة لم يتم إرسال أي تهديدات إسرائيلية إلى السكان تطالبهم بالخروج أو النزوح مجددا باتجاه المنطقة الوسطى. قبل قليل الجيش الإسرائيلي تحدث عن توسيع المنطقة الآمنة، ستكون في منطقة غرب مدينة خان يونس، ولكن ضمن البيان الأخير قبل قليل الجيش الإسرائيلي قال أنه سيتم توسيع المنطقة لتشمل المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس، معنى ذلك أنها منطقة بني سهيلة، منطقة خزاعة، منطقة عبسان، كل هذه المنطقة التي توغل فيها الجيش الإسرائيلي قبل أكثر من شهر ودمرها بالكامل قبل أن ينسحب منها قبل شهر تقريبا، مدمرة بالكامل هذه المنطقة، ستكون ضمن المنطقة الآمنة التي تحدث عنها الجيش الإسرائيلي. بالإضافة لأن المنطقة الآمنة هي المنطقة الغربية لمدينة دير البلح، والآن جميعها مكتظة بخيام النازحين من مدينة رفح، بالإضافة إلى أنه لأول مرة يتم الحديث على إمكانية أيضا أن تكون المنطقة بين مخيمي النصيرات والبريج هي من ضمن مناطق آمنة، ومعنى ذلك هو يقصد قد يكون يقصد شارع صلاح الدين لعدم وجود هناك أي أراضي تتسع لكل الأعداد الكبيرة من النازحين. حتى هذه اللحظة لم يكن هناك من مدينة رفح أي حالة نزوح جديدة، فقط من نزح كان خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية بسبب كثرة التهديدات الإسرائيلية وتحديث وسائل الإعلام الإسرائيلية المتكرر على شن عملية برية إسرائيلية على مدينة رفح، وبالتالي كانت حالة نزوح قليلة وتدريجية من مدينة رفح، لكن الغالبية حتى هذه اللحظة سواء من سكان مدينة رفح أو من النازحين داخل مدينة رفح ما زالوا حتى هذه اللحظة موجودين داخل المدينة. لم يتم إرسال أي تهديدات لا عبر منشورات ورقية يتم إلقاؤها من الطائرات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما هو متبع أو كما يعني فعل الجيش الإسرائيلي سابقا سواء في اجتياح وتوغل مدينة خان يونس أو المنطقة الشمالية في قطاع غزة. حتى هذه اللحظة حالة النزوح من أقصى جنوب قطاع غزة في مدينة رفح قليل جدا باتجاه المنطقة التي تحدث عنها الجيش الإسرائيلي في ظل عدم وجود أي تهديد رسمي أو إلقاء منشورات ورقية، وفي ظل أيضا التفاؤل بأن يكون هناك وقف لإطلاق النار وتهدئة ولو مؤقتة خلال اليومين بعد حديث الفصائل على إمكانية إرسال رد حركة حماس خلال اليوم أو يوم غد. على أبعد تقدير دائماً في ردها على يعني جديد. سأكتفي معك بهذا القدر. مراسل الحدث أسامة الكحلوت كنت معنا من رفح جنوب غزة.
من عمان ينضم إلينا الدكتور عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية. أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. نتحدث معك عن هذا القطاع وهذه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. قطاع غزة من أكثر المناطق المكتظة بالسكان في العالم، حوالي 2 مليون شخص يعيشون في منطقة صغيرة للغاية، حوالي 360 كيلومتر مربع. بالنسبة لكم وللمتابعتكم وللمعلومات والأرقام لديكم، ما حجم الدمار الذي أصاب هذا القطاع الصغير بعد أكثر من 6 أشهر من الحرب الإسرائيلية المستمرة على هذا القطاع؟ سيدتي، لإعطاء فكرة عن الدمار الذي نشهده الآن في قطاع غزة، أرقامنا تشير إلى أن حجم الركام الذي تراكم حتى الآن نتيجة القصف والتفجير يصل إلى 37 مليون طن. فقط للمقارنة، في حرب 2014 بلغ إجمالي الركام 2,400,000 طن. وكنا يعني كأمم متحدة ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات إنسانية دولية كنا ما زلنا نعمل على إزالة هذا الركام بحلول 7 أكتوبر العام الماضي. وبالتالي هذا هو التحدي الأكبر في منطقة ضيقة ومكتظة بالسكان كما ذكرتم. أين نحرك هذا الركام عندما يتاح لنا ذلك؟ وكيف نستطيع أن نؤمن سكنا مؤقتا ولكن كريما طبعا لمئات آلاف الناس؟ هذه قضية تحتاج إلى تخطيط معقد. نحن بدأنا بهذا الأمر منذ 8 أكتوبر فعليا. دكتور عبد الله الدردري، هذه نقطة غاية في الأهمية، أين نحرك هذا الركام، كل هذا الحجم من الركام؟ ماذا عن البشر؟ كل هؤلاء السكان هم حاليا في منطقة حتى أصغر من قطاع غزة في رفح، والآن إسرائيل تريد أن تحركهم مرة أخرى. هل في قطاع غزة أي منطقة يمكن اعتبارها منطقة آمنة أو يمكن أن تنشأ فيها منطقة آمنة؟ تجاربنا السابقة عندما تم الحديث عن مناطق آمنة ثبت أنها ليست فعلا آمنة، هذا أولا. ثانيا، أي فكرة والتخطيط لإعادة تأهيل قطاع غزة يجب أن تضمن أن الناس يعودون إلى موطنهم الأصلي. يعني لا الأمم المتحدة ولا أي حد في المجتمع الدولي سيقبل بأن يهجر الناس. إذن أي تخطيط فعلي لإعادة الناس إلى سكن كريم وخدمات اجتماعية أساسية كتعليم وصحة ومياه وغيرها لابد أن يكون في مواطنهم الأصلية. إذن الموضوع الآن يتعلق بالموضوع التقني أولا، كيف يمكن إزاحة الركام واستخدامه وإعادة تدويره من أجل استخدامه في الإعمار، وبنفس الوقت كيفية تحرك السكان ليعودوا إلى مناطقهم. وحضركم تدركون مدى الصعوبة السياسية والأمنية لذلك، ولكن نحن نخطط على هذا الأساس. يعني هل فعلا بدأتم دكتور عبد الله الدردري أن بالتخطيط فعلا لمرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار، وكم باعتقادكم سيستغرق ذلك من وقت ومن تكلفة ومن إمكانية أصلا في حدوث ذلك؟ نعم، نحن الآن وضعنا إطارا تخطيطيا تفصيليا لمرحلة التعافي المبكر. إعادة الإعمار سيدتي قضية طويلة للغاية وأيضا مكلفة للغاية. تقديراتنا المبدئية أنها ممكن أن تكلف ما بين 30 إلى 40 مليار دولار على الأقل. نحن الآن يهمنا أن نؤمن عودة مئات آلاف الفلسطينيين إلى سكن مؤقت كريم في مواقعهم الأصلية. مع هذا السكن يجب أن يكون هناك الخدمات الأساسية من تعليم وصحة ومياه شرب وصرف صحي وطاقة كهربائية، وأيضا بعض الخدمات الحكومية الأساسية. لا تنسي الناس فقدت أوراقها الثبوتية، فقدت أملاك أوراقها، أوراق الملكية وغيرها من القضايا الهامة جدا. هذا ما تم التخطيط له وهذا ما نعمل عليه خلال الفترة القادمة. هذه الفترة التي يمكن أن تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات كلفتها التقريبية 2 مليار دولار. نظرا لحجم الدمار الكبير، هل مثلا لديكم استراتيجية مختلفة عن إعادة الإعمار في المرات السابقة؟ يعني هل سيكون هناك مرحلة ما قبل إعادة الإعمار، يعني ما بعد الحرب وما قبل إعادة الإعمار؟ هذه هي بالضبط مرحلة التعافي المبكر، لأنه لا يمكن أن نقفز فورا إلى مرحلة إعادة الإعمار لسبب بسيط، بأنه دون عملية سياسية واضحة تثبت
وقف إطلاق النار وتبدأ العمل نحن نحو حل الدولتين، لا يمكن للمجتمع الدولي ولا المجتمع العربي ولا حتى المجتمع الفلسطيني أن يستثمر 30 إلى 40 مليار دولار في إعادة الإعمار. أما مرحلة التعافي المبكر والتي هي أساساً تركز على عودة كما ذكرت حتى مليون مواطن فلسطيني إلى موطنهم الأصلي ضمن مجتمعات فيها كل الخدمات الأساسية، هذا هو تركيزنا حالياً، والتخطيط كما ذكرت لهذا الأمر بدأ منذ 8 من أكتوبر لسبب بسيط، أننا لا نستطيع أن نبدأ التخطيط يوم وقف إطلاق النار. هذه الفترة ما بين وقف إطلاق النار وبدء إسكان الناس وإعادة حياتهم إلى شبه أمر طبيعي، إلى شبه حياة طبيعية، هي فترة خطيرة للغاية. يجب أن تكون أمورنا جاهزة ومستعدة للدخول وتأمين هذا السكن وهذه الخدمات منذ اللحظة الأولى لوقف إطلاق النار. تعلم أنه من الصعب للغاية ومن الخطير للغاية العمل على الأرض في قطاع غزة، والكثير من المنظمات الإنسانية لا تستطيع العمل، بل البعض منهم يستهدف مباشرة من قبل إسرائيل، وبالتالي كيف تعملون على جمع المعلومات، تنسيق ما يحدث على الأرض، محاولة المساعدة أو إدخال مساعدات وما إلى ذلك؟ نحن الآن نعمل على الأرض، ما زال موظفي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يعملون على الأرض رغم الصعوبات كما ترين. نحن نعمل في مجال جمع وإدارة النفايات الصلبة، وهذه قضية خطيرة للغاية. نعم، نحن لدينا 8 محطات تعمل بالطاقة الشمسية لتكرير المياه من أجل تأمين مياه الشرب لحوالي 100,000 فلسطيني. نحن نعمل الآن على دعم القطاع الصحي من خلال يعني تقديم الرواتب والأجور للعاملين في القطاع الصحي، وأيضا تقديم المستلزمات الطبية للمشافي وبعض المعدات، ونحن نعمل على دعم البلديات لكي تستطيع أن تقف على قدميها مرة أخرى الآن تحت القنابل. هذا كله بداية لبدء العمل مباشرة كما ذكرت في التعافي المبكر عندما يتم وقف إطلاق النار. ونحن فقدنا ضحايا من البرنامج الإنمائي، طبعا فقدنا شهيد موظف ومع 60 شخص من أسرته للأسف في غارة واحدة. الله يرحمهم. بالنسبة للتعافي المبكر، وأيضا هناك الكثير من المقابر الجماعية تم اكتشافها والكثير لم يتم اكتشافها، كيف تتعاملون مع وضعك هذا، ومع من تتعاونون ولمن ترفعون تقارير غاية في الخطورة كهذه، العثور على مقابر جماعية بمئات الجثث من الفلسطينيين؟ الموضوع الذي نحن يعني نستعد له طبعا، أولا موضوع كما ذكرنا إزالة وتدوير الركام، وهذا يعني أولا إزالة الألغام والقنابل غير المنفجرة، هذه قضية خطيرة للغاية، وأيضا الجثامين الموجودة تحت الركام والتي للأسف قد نعثر عليها خلال هذا العمل، هذه قضية مهنية للغاية تتطلب وجود الخبراء والمنظمات المعنية بهذا الأمر، لذلك نحن لا نعمل وحدنا، هذه قضية تخص كل منظمات الأمم المتحدة. مثلا نعمل مع مؤسسة الأمم المتحدة لإزالة الألغام، نعمل مع منظمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وغيرها من القضايا، وأيضا مع منظمة الصحة العالمية عندما تصل الأمور إلى التعرف على الجثامين وغيرها، هذا اختصاص يعني كبير جدا ويحتاج إلى أهل الخبرة والاختصاص. بالنسبة للمنطقة العازلة التي تريد إسرائيل إنشاؤها، في كل حرب وبعد كل حرب تريد إسرائيل أن تنشئ منطقة عازلة، في هذه المرة هي لم تتحدث بوضوح عن هذه المنطقة العازلة، والبعض يقول أنه حتى لو أخذت إسرائيل كيلو متر مربع واحد على حدودها، هي هكذا تأخذ 60 كيلو متر من القطاع، يعني بحدود 16% من القطاع. بالنسبة لكم، إذا ما عملت إسرائيل فعلا هذه المنطقة العازلة، هل سيكون ذلك مقبول للأمم المتحدة بأن تعمل إسرائيل بدعاوى منطقة عازلة على تقليص مساحة القطاع أكثر فأكثر؟ القطاع حتى لو عاد السكان إلى كل كيلومتر مربع وكل سنتيمتر مربع من مساحة القطاع قبل 7 أكتوبر فهو بالكاد يكفي. لذلك عندما نتحدث عن حل بعيد المدى يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة للجميع، فهذا الأمر لا يبنى على اقتطاع أراضي، لأن الناس يجب أن تعود إلى موطنها. هذا بالنسبة لنا، نحن نخطط على أساس أن كل سنتيمتر مربع من قطاع غزة سيعود لأهله ويعود أهله إليه.
هذا بالنسبة للمنطقة العازلة، ماذا عن المنطقة الآمنة؟ تعلم أنه كثير من التهديدات متعلقة باجتياح رفح، والولايات المتحدة الأمريكية تطلب خطة ذات مصداقية لنقل هؤلاء من رفح إلى منطقة آمنة، وإسرائيل بدأت تتحدث عن إنشاء منطقة آمنة. أنتم تعملون على الأرض، تتابعون الأوضاع، تتحدث عن ركام لا ندري كم من الوقت سيستغرق في نقله. هل يمكن فعلا أن يتم إنشاء منطقة آمنة داخل قطاع غزة ينتقل إليها هؤلاء؟ هل هذا الكلام منطقي بالنسبة لكم؟ خليني أكون واضح سيدتي، الأمم المتحدة أعلنت بوضوح بأنها لن تشارك ولا تقبل ولا توافق على فكرة تهجير الناس إلى ما يسمى مناطق آمنة. تجربتنا خلال الفترة الماضية أصلا أثبتت بأنه كلما قيل أن هذه منطقة آمنة تبين بأنها ليست فعلا آمنة. ولكن أيضا من ناحية المبدأ، الأمم المتحدة لن تشارك في تهجير الناس وأن تتحمل هذه المسؤولية التاريخية. ولا يمكن الحديث عن قطاع غزة مستقر وآمن من خلال الحديث عن مناطق آمنة. شكرا جزيلا على المشاركة معنا دكتور عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإمائي للدول العربية. شكرا جزيلا لك. وفي استوديو الحدث، لكن بعد الفاصل، قوة مشتركة من البشمركة والجيش العراقي تباشران مهمة حفظ الأمن في كركوك وديالا الأسبوع المقبل. ليست كغيرها، ليلة لعرض المقدمات وطرح التساؤلات بحثا عن النتائج والإجابات، لفتح ملفات لم تغلق وبحث قضايا لم تحسم، لاستقراء ما هو كائن واستشراف ما هو قادم واستكشاف ما هو واقع في مسرح الأحداث. ليلة للحوار حول القائم والمستجد بمشاركة الأطراف وتنوع الأطياف وبحضور الوسائل الأحدث في المتابعة والعرض والتحليل. الأخبار الليلة يوميا الخامسة بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. منذ ولدنا ونحن نصارع الحياة، نترك أشياء من أجل أشياء أخرى، نحاول جاهدين أن ندرك، أن نعرف السر في الوصول إلى غايتنا من العيش الكريم بلا حروب أو صراعات أو جوع أو مآسف. لطالما كانت الأمنيات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير. أهلا بكم. أعلن ممثل حكومة إقليم كردستان في قيادة العمليات المشتركة عن مباشرة لواءين من البشمركة والجيش العراقي لمهامهما في محافظتي كركوك وديالا الأسبوع المقبل. في اتصال مع الحدث أكد عبد الخالق طلعت اكتمال الخطط والانتهاء من التحضيرات هذا الأسبوع لبدء الوياء المشتركة لمهامها في مناطق الفراغات الأمنية بمحافظتي كركوك وديالا. وتوصل الجيش العراقي إلى اتفاق في أغسطس 2011 لتشكيل لواءين مشتركين ونشرهما في مناطق الفراغات الأمنية بين قواتهما،
والتي يستغلها عناصر داعش لشن هجمات على القوات الأمنية وأهالي تلك المناطق. ممثل حكومة إقليم كردستان أضاف أن عناصر اللواءين المشتركين يتقاضون رواتبهما منذ شهرين وأكملوا 3 أشهر من التدريب. بحسب بيانات وزارة البشمركة، هناك 560 كيلومتر من الفراغات الأمنية بين القوات البشمركة والقوات العراقية، يضم كل لواء نحو 3500 من الضباط وأيضا المراتب والجنود. وسيعطينا مزيد من التفاصيل من أربيل مراسل الحدث أحمد الحمداني. أحمد، أهلا بك معنا. إذن حول مباشرة اللواءين من البشمركة والجيش العراقي لمهامهما في محافظتي كركوك وديالى الأسبوع المقبل، ما هي التفاصيل التي يمكن أن تطلعنا عليها؟ طبعا ضحى، في التفاصيل ان الموضوع له ابعاد كبيره في موضوع حمايه حقول غاز كورمور، خصوصا وان المنطقه التي سينتشرون فيها من ضمنها او بالقرب منها هي كان انطلاق الصواريخ او انطلاق المسيره المفخخه التي استهدفت اكبر واهم منشأ غازي في العراق وهو كورمور بالسليمانيه. عدة سنوات تقريبا، نتحدث عن عدة سنوات من إنشاء اللواءين وتدريبهم، ولكن تجمد الأمر في إطلاق انتشارهم حتى قبل شهرين قد تم صرف المرتبات، وطبعا هم يتقاضون مرتبات من الموازنة الأمريكية، من الميزانية الأمريكية، أي من بنتاغون في اتفاقية عراقية أمريكية في وقتها. بالتالي نتحدث عن مناطق هي تبدأ من خانقين، مدينة خانقين في ديالى الحدودية مع إيران، وصولا إلى مناطق طبعا مخمور بالقرب من أربيل إلى الغرب من كركوك، ومرورا بمناطق كثيرة، جلولاء، كفري، مناطق أيضا دبس. هذه المناطق هي مناطق فارغة أمنيا منذ 16 أكتوبر عام 2017، حيث الهجوم الذي كان على منطقة الهجوم الذي تعرضته كركوك وتم انسحاب البشمركة منها وانتشرت فيها قوات من القوات من الاتحادية. بالتالي فإن هذه المنطقة المناطق شهدت عدة هجمات أو نشاطات إن صح التعبير لتنظيمات مسلحة لداعش وأخواتها في هذا، وبالتالي فإن بغداد وأربيل كانا قد اتفقا على أن يتم نشر اللواءين وهم خصوصا جاهزين من الألوية المشتركة في هذه المناطق، وتم الاتفاق على أن يكون الأسبوع المقبل يشهد انتشار أول قوة أمنية بعد نحو 10 سنوات من الفراغ الأمني في هذه المناطق. لكن أحمد، لواءان يعني تدربا لأعوام كثيرة، بماذا سيختلف عملهم عن الألوية الأخرى التي أيضا هي مختصة بتلك الأمور، مكافحة داعش، حفظ الأمن في المناطق التي يمكن أن يشن داعش هجمات عليها؟ ما الذي يختلف يعني في هذه النقطة عن أيضا ألوية أخرى موجودة في العراق ومدربة وتعاملت مع مخاطر كهذه؟ بالفعل سؤال مهم، ولدينا في العراق قرابة 100 لواء عسكري مدرب، سواء كان من البشمركة أو من القوات النظامية العراقية وما إلى ذلك من قوات شرطة اتحادية وما غيره. لكن خصوصية اللواءين تكمن في أن هناك غرف إدارة أو مشتركة لغرف مشتركة في بغداد وفي أربيل وفي منطقة اللواءين، يكون تنسيق مشتركا في ما بين بغداد وأربيل، وزارتي البشمركة الكردية وأيضا وزارة الدفاع العراقية، بالإضافة إلى الأجهزة الثانية من استخبارات وأمن وما إلى ذلك، لمطاردة كل الحيلولة دون وقوع أي خرق. المختلف في الموضوع أن الإدارة لهذه اللواءين تكون بغداد أربيل، بالإضافة إلى الأجهزة الساندة في بغداد وفي أربيل، وبحيث يتعاطون كل من بغداد وأربيل مع المعلومات الاستخباراتية التي تأدي إلى بغداد وأربيل في موضوع محاولة خرق أو هجوم أو أي تعرض لقوات أمنية أو مدن آمنة أو منشآت طاقة وما إلى ذلك، وبالتالي يكون هناك إنهاء لملف
الفراغ الأمني والهجمات لداعش وأخواته في هذه المناطق. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتفاصيل. مراسل الحدث أحمد الحمداني كنت معنا من أربيل. في موضوع آخر، تشهد مدينة إسطنبول التركية صدامات مستمرة بين الشرطة ومحتجين في تظاهرات عمالية تطالب بتعزيز الحقوق المالية والمعيشية للعمال. تأتي هذه التظاهرات بعد إعلان السلطات حظر احتفال المعارضة بعيد العمال في ساحة تقسيم. إذن من إسطنبول معنا مراسل الحدث زيدان زينكلو. زيدان أهلا بك معنا. إذن لماذا أعلنت السلطات حظر احتفال المعارضة بعيد العمال في ساحة تقسيم؟ نعم، السلطات التركية حظرت الاحتفالات سواء في عيد العمال أو أي تظاهرات أخرى في ميدان تقسيم منذ عام 2013 بعد احتجاجات جيزي بارك، لكنها في المقابل سمحت هذا العام بأربعين نقطة أو ساحة وميدان في إسطنبول للتظاهر للمعارضة أو نقابات العمال في كل المناسبات سواء في عيد العمال أو في أي مناسبة أخرى. لكن نقابات العمال وحزب الشعب الجمهوري أكبر حزب معارض كان يصر على أن الاحتفالات في عيد العمال يجب أن تكون في ساحة تقسيم وليس في أي ميدان آخر في إسطنبول، نظرا لرمزية هذا الميدان وهذه الساحة للعمال وهذه الاحتفالية عيد العمال. لكن السلطات التركية وبعد مفاوضات ما بين وزير الداخلية ووالي إسطنبول وعدد نقابات العمال طرحوا على النقابات العديد من الخيارات الأخرى، لكن النقابات أصرت على موقفها بالتظاهر في ميدان تقسيم، وبالتالي جاء قرار المنع بداية من والي إسطنبول قبل أسبوع، ثم وزير الداخلية قبل يومين أصدر بيان بمنع الاحتفالات في تقسيم وسمح بالتظاهرات في أماكن أخرى. لكن هذا اليوم طبعا فرضت الشرطة أو السلطات التركية تقريبا حوالي 40 أكثر من 40 ألف من عناصر الشرطة تم تجنيدهم وإغلاق كل الطرق المؤدية إلى ميدان تقسيم وساحة تقسيم. طبعا بعض المجموعات حاولت تخطي حواجز الشرطة، وبالتالي شهدنا عدة حالات اعتقالات منذ ساعات الصباح من المجموعات التي حاولت الوصول إلى ميدان تقسيم. لكن في المقابل نقابات العمال يعني كان هناك احتفالات رمزية في بعض المناطق هنا في إسطنبول بعيدا عن ميدان تقسيم الذي أغلق بالكامل أمام حركة المرور وأغلقت كل الطرق المؤدية إلى ساحة تقسيم. يعني هذه طبعا نقابات العمال وحزب الشعب الجمهوري يقول إن المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى هيئة قضائية من المفترض أن تكون في تركيا أصدرت في ديسمبر الماضي قرارا يقضي بأن قرار السلطات التركية بمنع التظاهر في ميدان تقسيم غير قانوني، وبالتالي بناء على هذا القرار الذي صدر من المحكمة الدستورية العليا كانت نقابات العمال تصر على الاحتفال في هذا الميدان، بينما السلطات والحكومة التركية والرئيس حتى الرئيس رجب طيب أردوغان يوم أمس كان له تصريح في هذا الخصوص أن ميدان تقسيم مغلق أمام التظاهرات بحجة أن هناك دعوات لإثارة الشغب من قبل مجموعات وصفها بأنها تتبع أجندة خارجية أو تمثل أجندة تنظيمات إرهابية بحسب الرواية الرسمية التركية. لكن في المقابل كما ذكرت سمح بالتظاهر في عدة مناطق، لكن نقابات العمال وحزب الشعب الجمهوري المعارض كان يصر على ميدان تقسيم. ومع هذا الإصرار، هل من المتوقع أن تمتد مثلا الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين في مناطق أخرى غير تقسيم، منطقة تقسيم اللي هي مغلقة أمامهم؟
وما الإجراءات التي تتخذ في الشوارع التي من المفترض أن تنشب فيها أي اشتباكات بين الجانبين؟ نعم، كما ذكرت يعني تم نشر حوالي 42 ألف من عناصر الشرطة وقوى الأمن في كل المناطق في إسطنبول، خصوصا في المناطق المجاورة لميدان التقسيم. كان هناك تظاهرات بالفعل في مناطق أخرى خصوصا أمام بلدية إسطنبول، شارك مع المحتجين رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وزعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال. يعني حتى الآن من غير المتوقع يبدو أن المظاهرات الاشتباكات مع الشرطة ستتسع بشكل كبير، خصوصا ان الطرق بشكل كامل يعني كان نعم يعني هناك يقين متابعه معك. اذا مضطر ان نكتفي معك بهذا القدر. مراسل الحدث زيدان زينكلو كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم انتم ايضا مشاهدينا على حسن المتابعه، واعود القاكم على راس الساعه القادمه. الى اللقاء. تتوقف تحطم كل شيء، تاركة خلفها ذاكرة ورماد وحكايات يرويها من بقي منهم، لكي تبقى شاهدة على المكان والزمان والإنسان. اليوم حرب السودان عامها الثاني. هذه الحرب اللعينة وقعت على رؤوس المدنيين السودانيين وقتلتهم وشردتهم. من الضروري جدا أن يتم الارتقاء إلى حجم المعاناة الكارثية. الأزمة الآن تنحدر إلى الدرك الأسفل، انحيازات غبلية، قتل بناء على الهوية. 90% ممن يواجهون مستويات الطوارئ من الجوع في السودان محاصرون في مناطق القتال الدائر. حضرتك تقول أن قوات دعم السريع متعاونة بموضوع إيصال المساعدات، فيما الجيش غير متعاون؟ بكل تأكيد الدعم السريع متعاون. قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذه الحرب أكدت وحشية الطرفين، بعدها يكون السودان أو لا يكون. هل هناك أي بوادر لأي خارطة طريق يتم القبول بها من جانب الطرفين؟ ماذا لو قيل لك أنك تعايش الآن أحداثاً لم ترها البشرية من قبل، أخباراً غيرت مسار التاريخ وشكلت وبعثرت ورسمت قصصاً وحكايا. احنا اليوم لنكلة ثالثة، تهجير ثالث. ماذا لو قيل لك إنك تشهد على مرحلة زمنية سيكون لها أثر على أجيال قادمة لعشرات السنين. أنت الآن تتابع الأخبار، تشاهد أحداثا عالمية وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث لحظة حدوثه. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية،
ثمن كل ذلك. خلف عناوين الأخبار الكبيرة انعكاسات تؤثر على حياة الناس بإيقاع الحياة اليومية وفي كل شارع وحي. نرصد لكم القضايا المحلية، تفاصيل دقيقة تعكس الواقع، الفساد، الفقر وعناوين كثيرة، نحلل ونفصل. أحداث صامتة، غائبة أو مغيبة، مع بداية خيوط الحدث ستجدنا هنا في مكانك وزمانك. الحدث في مكانك، السبت 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. استوديو الحدث. أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الثانية من استوديو الحدث، هذه أبرز العناوين. بلينكين يؤكد إصرار واشنطن على التوصل لاتفاق في غزة الآن ويلوم حماس على التأخير. حماس ترد على بلينكين وتقول إن تصريحاته محاولة للضغط على الحركة وتبرئة إسرائيل. الجيش الإسرائيلي يعلن نيته إنشاء منطقة آمنة جديدة بوسط غزة لنزح رفح وتوسعة المنطقة الآمنة في المواصي. بولندا تحقق في خسائر بملايين الدولارات بشركة نفط رسمية وتشتبه بتورط حزب الله. اشتباكات بين محتجين مؤيدين للفلسطينيين وآخرين مؤيدين لإسرائيل في جامعة كاليفورنيا. وصل الجيش الإسرائيلي استهدافه بالقصف والغارات للمنازل والبساتين في القرى الحدودية اللبنانية، عاشت قرى القطاعين الغربي والأوسط ليلا حذرا وتوترا تخلله إطلاق القنابل المضيئة وتحليق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي. أيضا حلق الطيران الحربي على علو منخفض جدا بعد منتصف الليل فوق قرى قضاء صور والساحل البحري. أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة على أطراف بلدة عيترون في جنوب البلاد في ساعة متأخرة الليلة الماضية، كرب بلدات العديسة ويرون وعيت الشعب في مرمى الاستهدافات الجوية للطيران الحربي الإسرائيلي أمس، فيما تعرضت قرى يارين والظهيرة والبستان وأطراف علم الشعب وكفر حمام وأطراف الحي الجنوبي لمدينة الخيام لقصف مدفعي إسرائيلي، في حين قصف حزب الله مستوطنات شمالية. وأيضا من الجانب الآخر، أعلن حزب الله استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية، بينما دوت صفارات الإنذار في مستوطنات إسرائيل الحدودية. على الجانب الآخر، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه إذا لم ينسحب حزب الله من الحدود فإن إسرائيل ستعمل ضده في كل من لبنان، مؤكدا بأن حربا شاملة قد تندلع إذا ما استمر حزب الله على حدود إسرائيل الشمالية. إسرائيل كاتس قال أيضا إن بلاده تخطط لإنشاء منطقة أمنية عازلة تسيطر عليها إسرائيل في حال رفض حزب الله الانسحاب من الحدود.
تتكثف المساعي الدولية لمنع انفجار الوضع في لبنان، آخرها المساعي أو المسعى الفرنسي المتمثل بزيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجيرني إلى لبنان ولقائه مع المسؤولين اللبنانيين بهدف منع الحرب بين حزب الله وإسرائيل وتهدئة التوتر بين الجانبين. الوزير الفرنسي سيتوجه إلى القاهرة اليوم في محطة لم تكن مقررة سلفا من ضمن جولته في المنطقة. الزيارة تأتي مع وصول الجهود الرامية للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إلى مرحلة حاسمة. فتحت النيابة العامة البولندية تحقيقا خاصا بشركة أورلين النفطية العملاقة التي تديرها الدولة على خلفية الاشتباه بصلة بين رئيس الفرع السويسري للمجموعة وحزب الله اللبناني، وفق ما أفادت النيابة العامة. يأتي هذا الإعلان بعد نشر الصحافة البولندية مواد تتهم رئيس شركة أورلين تريدينغ في سويسرا بصلة مع حزب الله، وهو ما ينفيه. بحسب الصحفيين أصبح رئيس الشركة، وهو مواطن بولندي لبناني، رئيسا لشركة أورلين تريدينغ سويسرا التي أنشئت عام 2022 رغم اعتراض الأجهزة الأمنية التابعة للمجموعة بطلب من رئيس أورلين السابق. كان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك قد تحدث الاثنين عن صلة محتملة لمسؤول سابق في أورلين مع حزب الله. بحسب تقرير صادر عن أورلين الأسبوع الماضي، خسرت أورلين تريدينغ سويسرا حوالي 350 مليون يورو بسبب طلبيات نفط خصوصا من فنزويلا لم تسلم. من بيروت ينضم إلينا الدكتور رئيف خوري، أستاذ محاضر بالقانون الدستوري والعلاقات الدولية. أهلا بك معنا دائما على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. في الحقيقة أناقش معك تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي يقول أنه إذا لم ينسحب حزب الله من الحدود فإن إسرائيل ستعمل ضده في كل لبنان، و أيضا أن بلاده تخطط لإنشاء منطقة عازلة تسيطر عليها إسرائيل. في موضوع المنطقة العازلة، باعتقادك ما الذي تقصده إسرائيل؟ يعني أي منطقة عازلة؟ هل المنطقة على عمق 40 كيلومتر يعني إلى شمال الليطانيا، أم تتحدث هي عن مناطق أخرى؟ لا بالطبع، ليس بشمال الليطاني، إنما في جنوب الليطاني، وليس على بعد 40 كيلومتر. المسافة 40 كيلومتر هي مسافة طويلة وبعيدة جدا عن الحدود الإسرائيلية. المقصود هي منطقة عازلة بين 5 إلى 7 كيلومترات حسب الجغرافيا القروية الموجودة والهضاب والأودية الموجودة في جنوب لبنان، وتمتد من البحر الأبيض المتوسط إلى شرقا إلى حتى حدود مزارع شبعة والجولان السوري المحتل وكفر شوبة. وبالتالي هكذا تهدد إسرائيل، وهذه هي عدوانية إسرائيل تجاه لبنان. إنما المسعى الفرنسي الذي عدل من ورقته السابقة وبعد أن كانت تتضمن انسحاب حزب الله من منطقة الحدود، لقد عدلت فرنسا هذه الورقة وجعلتها تحتوي على كلمة أو على تعبير إعادة التموضع. والآن المطروح هو إعادة تموضع حزب الله وليس الانسحاب بعناصره، لأنهم جزء كبير منهم من سكان المنطقة. إنما القوة الضاربة لحزب الله أي فرقة الرضوان إعادة تموضعها بعيدا عن الحدود، وبالطبع أن يسير الجيش اللبناني بعد تعزيز قواته إلى حدود 15,000 جندي، أن يسير مع تعزيز اليونيفيل قواتها وأسلحتها، أن يسيران الدوريات على هذه الحدود. نعم. نبقى في الطرح والموقف الفرنسي حتى تاريخي يرفض. دكتور رئيف، إذا سمحت، البعض يرى في الموقف الفرنسي وكأنه يعني ربما سيطرح أو يحاول أن يطرح مقايضة بين أعضاء حزب الله رئاسة الجمهورية مقابل أن الحزب ينسحب إلى شمال ليطانيا. حزب الله يرغب بتسوية ثمنها عال ومرتفع،
ومنها بعض القضايا الداخلية المتعلقة برئاسة الجمهورية والحكومة المقبلة وبيانها الوزاري والوزارات السيادية، وأيضا حول قيادة الجيش وحول مصرف لبنان وحول نيابة رئاسة الجمهورية وتعديل الدستور. إنما هذه الأحلام هي أضغاث، لأن المعارضة الداخلية والموقف الداخلي لا يمنع حزب الله من تحقيق أهدافه، ويمنعه أيضا من تمرير هذا المشروع الذي يرغب به. أن لو تمكن حزب الله من تمرير هذه المشاريع لكان باستطاعتها تحقيقها. اليوم حزب الله في مأزق، في مأزقين، مأزق مع إسرائيل بحيث لا يستطيع لا أن ينهي الحرب ولا أن يوسع الحرب وأن يستعمل جميع أسلحته، ومأزق داخلي يتعلق أيضا بعدم استطاعته تحقيق مآربه وشعاراته وغاياته الداخلية. وبالتالي هو في هذا المقزق ما بين المطرقة والسدان، وبالتالي لا يستطيع أن يتصرف بحرية تامة كما كان يستطيع سابقا. ومن هنا يأتي مأزق حزب الله ليشير بأنه لن يقوى على استعمال جميع أسلحته وتوسيع الحرب، وبالتالي أيضا لا يستطيع أن يوقفها أو أن يتوقف عن ما يسميه حرب الإشغال أو حرب المساندة. وبالتالي هو بين هذين الحدين، السقف الأعلى والسقف الأدنى، وبالتالي لا يستطيع أن يستمر في هذا المأزق ويتكبد الخسائر. دكتور رئيف خوري، أستاذ محاضر بالقانون الدستوري والعلاقات الدولية، شكرا جزيلا، كنت معنا من بيروت. حول الجهود الفرنسية لنزع فتيل التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، من باريس ينضم إلينا الباحث السياسي ناصر زهير. أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. ما الذي تحاول أن تقوم به فرنسا في هذه المرحلة؟ وهل فعلا نتحدث هنا عن محاولة ستطرحها، ستقوم بها فرنسا، محاولة للمقايضة، تعطي حزب الله شيء في مقابل الانسحاب مثلا إلى نهر الليتاني؟ نعم، صباح الخير، تحياتي لكم للمشاهدين. يعني ما تحاول فرنسا القيام به الآن هو منع نشوب حرب في لبنان بين حزب الله وإسرائيل، لأن هذه الحرب ستتسبب بدمار كبير في لبنان، وستقوض الجهود التي تقوم بها فرنسا والولايات المتحدة لأن يكون هناك استقرار معين بين إسرائيل وبين حزب الله. أيضا فرنسا ترى بأن وقف هذه الحرب بين حزب الله وإسرائيل يعني أنه إمكانية لي أيضا عدم اندلاع حرب إقليمية، وألا يكون هناك حرب موسعة في الشرق الأوسط. سيجورني وزير الخارجية الفرنسي طرح عدة، دعينا نقول، أوراق وعدة اقتراحات فرنسية، آخرها وآخر ما تم التوصل إليه هو نقطة أن ينسحب أو تنسحب قوات النخبة لحزب الله إلى 10 كيلومتر، وأيضا بأن يكون هناك اتفاقات معينة طويلة الأمد فيما يتعلق في الحدود الإسرائيلية اللبنانية. هل فرنسا تسعى لأن يكون هناك مقايضة مع حزب الله في قضية الرئاسة مقابل انسحابية؟ أنا أعتقد بأنه ربما تكون هذه في المحادثات، ولكن الأمر صعب، لأن المسألة لا تتعلق في موافقة فرنسية فقط، المسألة تتعلق أيضا في موافقات إقليمية، في موافقات مع أطراف لبنانية حتى تعتبر حليفة لفرنسا، وهذه الأطراف لن تقبل بهذه المقايضة. يعني هي تقول بأنه هي بعيدة عن مسألة أنه حرب حزب الله وإسرائيل، ولن تخسر مسألة الرئاسة من أجل ما تريده فرنسا. لكن أستاذ زهير، في كل هذا الدور الذي تحاول فرنسا أن تلعبه في لبنان، حتى قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتوترات الحاصلة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، هل يكفي فقط الجهود التي تبذلها مع حزب الله في لبنان؟ وماذا عن إسرائيل؟ يعني مثلا إسرائيل تصرح وتتحدث الآن عن تهديدات بأنه إذا لم ينسحب حزب الله من الحدود فإن إسرائيل ستعمل ضده في كامل لبنان. ألا يعقد ذلك المشهد ويذهب بكل هذه الجهود الفرنسية أدراج الرياح؟
كلامك صحيح، يعني هذه نقطة مهمة جدا، ولكن المسألة تتعلق في نقطتين. النقطة الأولى بأنه فرنسا تعمل مع الجانبين، مع الجانب الإسرائيلي ومع الجانب الفلسطيني. ذكر في تصريحات سيجورنيه لرويترز بأن المسألة تتعلق ليس فقط في انسحاب قوات النخبة إلى 10 كيلومتر، بل تتعلق أيضا في اتفاقات حدودية طويلة الأمد. أذكر هنا بأنه مثلا كان هناك ترسيم للحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، وحزب الله كان طرف رئيسي فيها بشكل أو بآخر. وبالتالي يعني كلمة اتفاقات طويلة الأمد على الحدود تعني بأنه هناك ترتيبات معينة. ولكن أيضا فرنسا ليست صاحبة الكلمة الفصل، يعني فرنسا ليست هي، دعينا نقول، صاحبة الجهود والتأثير الأساسي في لبنان. هناك الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية دورها هو أعتقد التأثير على إسرائيل بشكل أكبر مما هو التأثير على الطرف اللبناني، وفرنسا أيضا تأثير على الطرف اللبناني. ولكن أيضا الولايات المتحدة لها رؤيتها في لبنان ولها حساباتها، ولن تسمح بتقديم فرنسا لتنازلات، لأن الدور الفرنسي هو إيجابي صحيح، ولكن في بعض الحالات يقدم تنازلات تعترض عليها أطراف لبنانية داخلية، كما حدث مثلا في مرات سابقة ما بعد انفجار مرفأ بيروت وزيارة ماكرون وزيارة مسؤولين فرنسيين إلى هناك. ولذلك المسألة هي أعتقد ثلاثية أو رباعية إذا أردتي، الولايات المتحدة فرنسا، إسرائيل، لبنان. الولايات المتحدة تضغط أو تحاول أن توجد تفاهمات مع إسرائيل، فرنسا تقوم بهذا الدور في الوساطة بين الجانبين، والهدف الأساسي هو منع الحرب ومنع نشوب الحرب التي قد تتسبب بنزاع إقليمي. لأن المسألة لا تتعلق في تقليم أظافر حزب الله بحسب ما ترى فرنسا على أقل تقدير، المسألة تتعلق بأنه إسرائيل قد تتسبب بدمار كبير، أو هذه الحرب قد تتسبب بدمار كبير، والمسألة تضعف ما تبقى من الاستقرار في الشرق الأوسط. كيف تغير الموقف الفرنسي والجهود الفرنسية قبل وبعد 7 أكتوبر؟ يعني تعقد الأمر كثيرا بعد 7 أكتوبر، كان بالفعل فرنسا لها دور أو تحاول أن يكون لها دور في حلحلة الموقف السياسي، المشهد السياسي في لبنان قبل الحرب. هل غيرت من خططها، من أهدافها، من استراتيجيتها بوجود عامل آخر كبير ومؤثر بشكل خطير للغاية، وهو هذه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتوتر الكبير على الحدود الإسرائيلية اللبنانية؟ بالتأكيد هناك تغيير كبير في الموقف الفرنسي. دعيني أقول تأثير لما جرى في 7 أكتوبر حتى على الموقف الفرنسي، لأن فرنسا الآن هي محرجة للغاية في نقطة مسألة أن حزب الله يدعم ما جرى في 7 أكتوبر، وهذه دوليا أنا أتحدث مثلا، هي مسألة صعبة للغاية. ولكن أيضا فرنسا تعمل على الجانب الآخر وتقول بأنه أيضا ما يجري في قطاع غزة وما تقوم به إسرائيل في ردها على 7 أكتوبر وفق توصيفات الأمم المتحدة بأنه جرائم حرب في بعض حالات، فهذا أيضا يعطي تأثير فرنسي أو جهود فرنسية لمسألة الضغط على إسرائيل. أيضا مسألة لبنان تعقدت كثيرا الآن، يعني بحسب دعينا نقول بعض التسريبات بأنه فرنسا كانت وضعت كل جهودها حتى لا يتم الربط بين حزب الله وبين ما جرى في 7 أكتوبر. وأذكر هنا في خطاب نصر الله الذي خرج في كليب استعراضي ثم خرج في خطاب مفرغ من مضمونه، وأكد على نقطة مهمة أعادها في أكثر من مرة: نحن لم نكن نعرف، لم نكن ندرك بالخطط، أخبروني صباحا. كل هذه الجمل التي وردت في خطاب نصر الله حتى ينفي أي صلة له فيما جرى في 7 أكتوبر، لأنه إذا أثبت أو إذا كان هناك أي صلة لحزب الله مع ما جرى في 7 أكتوبر دوليا وسياسيا انتهى موقفه، لا يمكن التعامل معه بأي آلية لا سرية ولا غير سرية، وهذا ما كانت تخشى منه فرنسا. ولذلك حصلت أولا على فصل حزب الله عن ما جرى في 7 أكتوبر على الأقل مؤقتا إذا لم يثبت شيء آخر. والنقطة الثانية الآن أن جهودها هي أصبحت أيضا مرتبطة فيما يجري في قطاع غزة، لأنه المسألة تقول بحسب ما قاله سيجورني بأن حزب الله يرفض مناقشة أي خطوات قادمة إلا في أثناء وقف أو ما بعد وقف القتال في قطاع غزة. وأيضا النقطة هي بأنه ما هي الخطوات التالية؟ هل سننتهي من قطاع غزة لننتقل إلى حرب في جنوب لبنان؟ هذا ما تخشى فرنسا الآن وتحاول أن تمنع مع الولايات المتحدة. شكرا جزيلا لك الباحث السياسي ناصر الزهير، كنت معنا من باريس. وفي استوديو الحدث، لكن بعد الفاصل،
المنظمة الدولية للهجرة تحذر من ارتفاع أعداد السوريين الذين يغادرون لبنان إلى قبرص، والحدث تلتقي وزير المهجرين اللبناني. منذ ولدنا ونحن نصارع الحياة، نترك أشياء من أجل أشياء أخرى، نحاول جاهدين أن ندرك، أن نعرف السر في الوصول إلى غايتنا من العيش الكريم بلا حروب أو صراعات أو جوع أو مآسف. لطالما كانت الأمنيات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير. أكثر من 22 مليون متابع وما يقارب 475 مليون مشاهدة ونصف مليون زائر لموقع الحدث شهرياً. تابع وشاهد الأخبار المحلية والعربية والعالمية على الحدث من خلال منصات التواصل الاجتماعي. شاهد وشارك وتفاعل. تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم. هذه المعارك متواصلة بوتيرة واحدة، كأن المشهد يتكرر دائما. إلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ في سلاح المهندسين تحديدا، هل في الأيام الماضية كان هناك تعاطي مختلف مع تلك المنطقة غاية الأهمية بالنسبة للطرفين؟ أقوات الدعم السريع تريد أن تصعد من عملياتها العسكرية. كل المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، الشعب يشعر بالأمان، يشعر بالاستقرار. هنالك انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان. سوق الشعب تعرضت لنهب، يعني بجد الحالة أصبحت صعبة. كيف تقرؤون دعوة مالك عقار الأخيرة؟ الحرب الآن في السودان هي حرب عبثية، كل طرف يسعى للثأر والانتقام من الآخر على حساب المواطن السوداني. الآن وبعد تعثر مفاوضات جدة، ما السيناريوهات إذن القادمة؟ أهلا بكم. في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن موعد أول انتخابات بلدية في 30 مايو، ستجرى في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق منذ عام 2013. هذا يثير تساؤلا مهما، هل هي البداية لترسيخ الواقع الموجود بحكم ذاتي؟ أول انتخابات بلدية في شمال وشرق سوريا، فهل هي البداية لترسيخ الواقع الموجود بحكم ذاتي؟ فالإدارة الكردية التي تسيطر منذ عام 2013 على مناطق في شمال وشرق البلاد حددت موعد 30 من مايو لأول انتخابات بلدية مستقلة عن مركزية دمشق. ومنذ يناير الماضي شكلت الإدارة الذاتية التابعة لقوة سوريا الديمقراطية قسد مفوضية عليا للانتخابات في مناطقها، خطوة أثارت ردود فعل رافضة وانتقادات واسعة من مكونات سورية، فبعضهم اعتبرها بداية لصراعات سياسية، وآخر عدها مدخلا للفيدرالية. أطراف مقربة من حكومة دمشق قللت من أهمية هذه الانتخابات مذكرة بفشل تجربة كردستان العراق في وضع دستور خاص لأسباب داخلية وأخرى دولية، مضيفة أن مصير شمال شرق سوريا متعلق بمصير البلاد بأكملها. ورغم أن الفترات السابقة شهدت تفاهمات بين تركيا وروسيا، إلا أن أكراد سوريا يسابقون الزمن
لتحقيق طموحهم بإقامة حكم ذاتي في شمال البلاد. على غرار ما حدث في العراق، وفيما يرى مراقبون أن قرار مجلس الأمن 2254 هو مفتاح الحل السوري، يرى الأكراد فيه حبراً على ورق. رفاه السعد، الحدث. حذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن عدد اللاجئين السوريين الذين يغادرون لبنان إلى جزيرة قبرص من المرجح أن يستمر في الارتفاع. كشفت المديرة العامة للمنظمة أن نحو 3000 سوري غادروا لبنان منذ يناير الماضي، مقارنة ب 4500 غادروا خلال العام الماضي بأكمله، حيث توجه العديد منهم إلى قبرص. أوضحت أن الحكومات تقطع التمويل الموجه للوكالات التي تعمل مع الأشخاص الفارين من سوريا، وهو ما يجعل الأمور أسوأ. في المقابل، علقت قبرص معالجة طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين في وقت سابق من شهر إبريل الماضي بسبب الأعداد الكبيرة. وبعد الفاصل نناقش هذا الموضوع مع الدكتور عصام شرف الدين، وزير المهجرين اللبناني. منذ ولدنا ونحن نصارع الحياة، نترك أشياء من أجل أشياء أخرى. نحاول جاهدين أن ندرك، أن نعرف السر في الوصول إلى غايتنا من العيش الكريم بلا حروب أو صراعات أو جوع أو مآسف. لطالما كانت الأمنيات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير.
بكم مشاهدينا من جديد. ننتقل الآن أو نتحدث مع الدكتور عصام شرف الدين وزير المهجرين اللبناني. أهلا بك معنا على شاشة الحدث. معالي الوزير، كيف تفسرون ارتفاع كل هذه الأعداد من السوريين الذين يغادرون أو يهاجرون أو ينتقلون من لبنان إلى مناطق أخرى؟ يعني هذا العام فقط كانت الأعداد من اللاجئين السوريين الذين غادروا لبنان أكبر بكثير من العدد الذي غادر لبنان في كامل العام الماضي. كيف تفسرون ذلك؟ يعني أنا بشكرك على السؤال، بس معلوماتك بدي صحح لك إياها. تفضل. نظراً للوجود الكثيف في لبنان اللي تعدى 1,200,000، عمليا صاروا 3 ملايين. النزوح اللي عم تحكي عنه البحري، طبعا انت قصدك البحري، هو ضئيل جدا، ما بيتعدى جزء من 1% من الموجود. لا بفتكر انه وانا بطالب، وفي بكره زياره للرئيس القبرصي كنت بتساليني عنه، انا عارف بدي طالب يساعدونا مش على وقف المغادرة البحرية، بدنا نوقف يعني المغادرة البحرية، ولكن بدنا نطالب بأنه ننظم رحلات بحرية شرعية بسفن آمنة للنازحين يروحوا على دول العالم قاطبة، يحملوا مسؤولية هاي الدول. في عندنا 45 دولة منظمة حقوق الإنسان تدعي حماية حقوق الإنسان. لبنان ينوء بالفقر ومنهار ماليا، ومنجي منزيد عليه أعباء 3 مليون نازح سوري. حرام، نحن بدنا المساعدة مش الحصار والمزيد من الحصار وإقفال المنافذ البحرية. لا العدد. طيب معالي الوزير، اسمح لي أن أسألك مرة أخرى عن هذا العدد بالتحديد. نحو 3,000 سوري غادروا لبنان من يناير الماضي. هذا الرقم هو يعني مقارنة ب 4,500 غادروا طوال عام كامل العام الماضي، هو يعتبر رقم كبير. وأنا أتحدث معك الآن عن الذين غادروا لبنان من السوريين. لماذا ترتفع أعدادهم خاصة في ظل كما تعلم تصريحات طبعاً وممارسات طبعاً وصفت بالعنصرية ضد أنا أقترح وضع 5,000 من النازحين بشكل شرعي بسفن آمنة وترحيلهم بشكل أسبوعي. وأنا ما بحكي إلى قبرص، أنا عم بحكي إلى دول العالم قاطبة، ولا سيما كندا اللي هي بلادها فاضية من السكان، وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وآسيا وغيرها من البلدان. ألا يأخذ لبنان الكثير من الأموال لتساعده في أحوال هؤلاء الموجودين على أراضيه من المنظمات الدولية؟ هناك مساعدات من المنظمات الدولية، ولكن بدي أذكرك أنه لبنان بيتكلف 2.6 مليار دولار كل سنة على النازحين نتيجة سياسة الدعم اللي كانت على النفط وعلى الماء واستهلاك الكهرباء والصرف الصحي والبيئة والتربوي وغيره وغيره. ناهيك عن تحويل الأموال من العاملين المنتجين بلبنان إلى سوريا في استنزاف لاقتصادنا. لبنان بحاجة لمساعدة. نعم، أي نوع من المساعدة ومن من؟ أي نوع من المساعدة؟ من المفوضية بيجي مساعدة للنازحين. أنت تقول لبنان يريد المساعدة، وأنا أسأل حضرتك تريدون المساعدة من من؟ من الأسباب ما بفهم سؤالك. نحن ما بدنا مساعدة حدا، نحن بدنا المساعدة رفع الضغوطات عنا ووقف التصويت بإبقائهم بلبنان من قبل دول أوروبا الغربية. يعني الاتحاد الأوروبي صوتوا على إبقائهم بلبنان. أمريكا عم تعرقل بأي خطة للعودة، أمريكا عم تعرقل، ولا سيما هي بشكل مباشر بالترغيب والترهيب. الترغيب بزيدوا المساعدات الاستشفائية الطبية المادية العينية،
والترهيب من خلال وسائل الإعلام، تخويف أنه الدولة السورية عم بتوقف وبتعتقل وبتحط بالسجون بخوفه. النازحين اللي هربوا من الحرب والنازحين الاقتصاديين بشكلوا الطغمة الكبرى، أكثر من 1,800,000 اللي عم يحكوا عنهم، هن عم يحكوا عن اللاجئين السياسيين، وهودي عندهم ثلاث خيارات: يا بيستفيدوا من العفو الرئاسي وبيرجعوا، يا بيقدموا طلب لجوء وبالأعراف الدولية في مستند قانوني مفروض يروحوا على دولة ثالثة في اتفاق مع المفوضية السامية وبين لبنان، أي طلب لجوء بيروحوا على دولة ثالثة. وفي 600,000 طلب للأسف في تلكؤ من المفوضية، ما بياخدوا إلا القلة القليلة 10,000 فقط بالسنة. طيب، أما الخيار الثالث واللي عم بحكيكي عنه واللي مفروض رئيس عنا يطالب رئيس القبرصي بكرة يساعدونا بمؤتمر بروكسل، يطالبوا بترحيل الراغبين طوعيا بالذهاب إلى دولة ثالثة، وهودي مستعدين يروحوا لأن الوضع الاقتصادي بسوريا كتير كتير متأزم، بالأخص بعد الحصار الأمريكي الجائر. أها. طيب أنت تقول الآن معالي الوزير بأنه الوضع الاقتصادي في سوريا متأزم للغاية، لكن منذ دقيقة واحدة كنت تتحدث أنه لا، ممكن أن يعودوا مرة أخرى إلى سوريا كخيار. قلت لك ممكن اللاجئين السياسيين، لما حكيتي عنهم قلت لك في عندهم ثلاث احتمالات. لا، أنا لم أسأل عن اللاجئين السياسيين. يستفيدوا من العفو الرئاسي أو يعني الذين يعملون بالسياسة. أنا أتحدث عن السوريين. أما النازح العادي، في شيء اسمه، خليني أحكي لك شغلة. تفضل. الموجودين بلبنان ثلاث فئات: فئة العمال والحرفيين وأصحاب المؤسسات. هيدي فئة بدها تشرع وضعها مع الدولة، مع وزارة العمل، مع وزارة الداخلية، إقامة وجهزة عمل. الفئة الأكبر هن النازحين اللي هربوا من الحرب أو النازحين الاقتصاديين، عندك 1,800,000. هودي ممكن العودة ضمن خطة الوزارة، وزارة المهاجرين، بالعودة الطوعية اللي عاملينها 15,000 كل شهر. هاي ما بيأثروا، يعني ما في ضغط عليهم مثل ما ترجعي 500,000 أو 1,000,000 شخص. الدولة السورية اليوم ما قدرت تستوعب تسترد 1,000,000 شخص مرة واحدة. بدها رفع حصار، بدها إعادة إعمار، وبده تعويض حرب حتى يقدروا يرجعوا كل النازحين. وفي فئة كمان من اللاجئين، بدي أرجع أذكرك، ممكن ينعمل قوافي العودة إلى مناطق شمال شرق سوريا بالتنسيق مع الدولة السورية. يعني بدي أرجع أقول لك شغلة، أهم شيء اليوم التنسيق مع الدولة السورية، مع احترامي إلى قرارات الأمم المتحدة والدول المانحة والمفوضية، بدك تنسقي معهم على ضبط الحدود الغير شرعية اللي بعدهم عم بيجوا شبكات التهريب بتتاجر بالبشر وبتوديهم على لبنان ولا غير لبنان. لبنان يحاول بشتى الطرق أن يخرج السوريين من لبنان، وربما يرى البعض أنه من حق لبنان يعني أن يقوم بهذه الخطوات، ولكن ألا توجد خطوات رسمية يمكن أن تتخذ مع الدول ومع الأمم المتحدة ومع المنظمات المعنية لعمل ذلك، بدلا من مثلا قطع التمويل عن الوكالات التي تعمل مع النازحين المتواجدين من السوريين على الأراضي اللبنانية وغيرها من الممارسات ضد السوريين؟ هيدي بدها برنامج عمل من عدة بنود. بدك توقفي أول شيء النزوح الغير شرعي اللي بدأ بس بشهر 6 و7 و8 و9 2023. هيدي بدها زيارة من وزير الداخلية اللبناني إلى وزير الداخلية ووزير الدفاع السوري تيوقفوا شبكات وفككوها على طرفين النزاع. اثنين، بدك تقوي تعمل لوبي لبناني عربي خليجي أوروبي اللي هني متعاطفين معنا، يضغطوا على الدول المانحة إنه اللي يكون في مساعدات وتسديد مساعدات عينية ومادية واستشفائية بالداخل السوري اللي بحب يرجع على سوريا. وهيدي رفضتها كان المفوضية، وهيدا موضوع بدي يبحثه دولة الرئيس هالمرة بزيارته لبروكسل، وبدي يرجع يبحث بفتكر موضوع اللجنة الثلاثية، وبدي يبحث موضوع المساعدات كمان للبنان لأنه لبنان ما عادش يتحمل.
هل تعتقد لو كان بالسهولة يعني عودة هؤلاء والمنطقة يعني المناطق في سوريا مؤمنة لهم على المستوى الأمني والاقتصادي لكانوا يعني فضلوا البقاء في لبنان مع كل هذه الممارسات التي تمارس ضدهم من قبل قلة من اللبنانيين لكنها تمارس على السوريين في لبنان كما تعلم وتتابع حضرتك؟ لا حرام هاي التهمة لا ما بقبلها منك. ده مش تهمة في صور ومعلومات وفيديوهات بستقبل مليونين ومئتين ألف نازح. لحظة أرجوك فضل. لبنان رحب وكرم وتعامل أحلى معاملة مع مليونين ومئتين ألف نازح. ما فيك تقيمي ردة فعل على جريمة صارت من قبل بعض الأفراد، هيدا عمل ارتجالي فردي ما حدا تبنيه ولا أي حزب ولا أي مرجع سياسي أو ديني أو غيره. لا في وزراء في الحكومة اللبنانية تحدثوا عن أنه أغلب المجرمين أغلب من يرتكبون جرائم في لبنان شعب واحد سوريين. والنازحين في موضوع إنساني، إحنا عم نسعى لحله، مش بس لأنهم صاروا عبء على لبنان تربوي واقتصادي واجتماعي وأمني، لأنه هن كمان في موضوع إنساني، في أولاد يعني خلقت ولدت في صار عمرها 12 سنة بمخيم ما بتعرف شو هي سوريا. بأكد لك لو رفع الحصار عن سوريا وانسحبوا الأمريكان من شمال شرق سوريا محل ما هو النفط والحبوب، سوريا بتستعيد عافيتها ومش بحاجة لا للدول الأوروبية ولا لأمريكا ولا لحدا. وبنرجع نحن وياهم خلال لجنة ثنائية النازحين بكرامة وباحترام وعودة طوعية وآمنة. بأكد لك هالشيء. لا هذه لم تكن تهمة، كان سؤال في الحقيقة وفي انتظار أنا إجابة حضرتك عليه. لو كان الوضع أمنيا واقتصاديا مهيأ في سوريا تعتقد كان هؤلاء سيعني يتحملون الوجود في لبنان في ضمن يعني مع وجود بعض الممارسات التي من قبل بعض اللبنانيين قلة من اللبنانيين ضدهم؟ هذا سؤال ليس اتهام. أكيد هو سبب رئيسي، وقلت لك أنا النازحين في نازحين هربوا من الحرب، في نازحين اقتصاديين، في فقر بسوريا نتيجة الحصار الجائر. ولو في وضع اقتصادي سليم بسوريا كان أكيد قسم كبير بيرجعوا بدون ما نعمل قوافل. هن طوعيا بيطلعوا وبيدفعوا جمارك وبيساعدوا شعبهم وبيساعدوا أهلهم بسوريا وبيساعدوا دولتهم على إعادة الأعمار. شعب منتج الشعب السوري. شكرا جزيلا لك الدكتور عصام شرف الدين وزير المهجرين اللبناني، كنت معنا من عالية في جبل لبنان. وأعلن الجيش السوداني أنه أحرز تقدما في كل المحاور المحيطة في الخرطوم، كما أعلنت قوات الدعم السريع أنها تصدت لأكثر من 22 هجوما من الجيش السوداني في منطقة في مدينة الفاشر شمال دارفور خلال الفترة الماضية. هذا وشن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني لليوم الثالث على التوالي غارات جوية على الأحياء الشمالية لمدينة الفاشر بحسب شهود عيان. أيضا كانت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر تجددت يوم الاثنين وسط تحذيرات دولية من مفاقمة الصراع للأوضاع الإنسانية. أفاد بيان اللجان المقاومة في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة السودانية بسقوط بعض المدنيين جراء الغارات الجوية التي ينفذها الجيش بين الفينة والأخرى، كما كشفت لجان المقاومة عن استمرار اعتقال المواطنين وتعذيبهم من جانب الدعم السريع ورفض الإفراج عنهم إلا إذا دفعوا مبالغ مالية كبيرة. أشارت في بيان إلى مواصلة نهب ممتلكات المواطنين واقتحام منازلهم وسرقة مواشيهم، كما اتهمت قوات الدعم السريع بنهب أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة طبية أخرى من مستشفى المدينة.
يقدم المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيربيولو شهادته حول الوضع في السودان أمام لجنة شؤون العلاقات الدولية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي في جلسة مقررة اليوم الأربعاء، يشارك فيها في اجتماعات الآلية الموسعة للاتحاد الأفريقي ومنظمة إيجاد بشأن السودان، وذلك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. أعلن المبعوث الأمريكي عن اهتمام حكومة بلاده بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الأفريقي والشركاء الأفريقيين من أجل العمل المشترك لوضع حد للحرب والأزمة الإنسانية في السودان. قال إن هناك إلحاح في اتخاذ خطوات منظمة ومتزايدة من قبل الجميع. من القاهرة ينضم إلينا عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، أهلا بك معنا على شاشة الحدث. أبدأ معك، كيف يمكن للمبعوث الأمريكي أن يقدم تقريرا حول السودان وهو لم يلتقي الأطراف السودانية أو يزور السودان؟ لا، هو التقى بالأطراف السودانية، عدة أطراف تشكل بعض المكونات السياسية السودانية، وأطراف أخرى لها علاقة، أطراف مجتمعية بالضرورة، وأطراف أخرى تنشط في العمل العام من الذين قد لا يكون لهم ارتباط بالمجموعات السياسية. وكان يفترض أن يلتقي الحكومة، لكن يبدو أن الأمر له تقديرات أخرى أمنية، كما قال لنا في أحد اللقاءات، قال أنه يود أن يذهب ويسافر إلى مدينة بور سودان، لكن هذا الأمر متروك للجهات الأمنية لتقدير إمكانية أن يحدث. ويبدو أن حسب التسريبات أنه اقترح أن يكون هناك لقاء داخل الطائرة في مطار بور سودان، لكن طبعا سيكون ذلك بروتوكوليا صعب جدا أن يتحقق. فيبدو أن المسألة ليست فيها عزل للحكومة بقدر ما هناك نوع من الإجراءات المطلوبة لترتيب هذا اللقاء. أم عدم على العموم أعتقد هو أستاذ عثمان، لأنه كما تعلم أصلا المبعوث الأمريكي كان قد أعلن من قبل أنه المفاوضات ستكون في 18 من أبريل، ثم تغير ذلك إلى بداية مايو، وبالتالي هل نتحدث هنا عن ضعف التنسيق لأنه حتى اللحظة لم يتم تحديد موعد لبدء هذه المفاوضات؟ لا، ليس ضعفا في التنسيق. أولا هو جمع معلومات كافية جدا، وأعتقد وضع خارطة الطريق للتعامل مع الأزمة السودانية، باعتبار أن النظر يجب أن يكون لليوم التالي، بمعنى الترتيبات السياسية لما بعد الحرب لحل مشكلة الحرب، لأن الحرب ترتبط بأجندة سياسية. لكن أعتقد أن التأجيل سببه عدم القدرة على الحصول على ضمانات لتفاهمات وتوافق بين الأطراف العسكرية، وهو لا يريد أن يخاطر بالدخول إلى مفاوضات قد تفشل من الجولة الأولى. يعني يجب أن يدخل هذه المفاوضات بعد أن يضمن مواقف الأطراف، بعد أن يضمن أن كل الخلافات العميقة بينهم قد تم إزالتها، وأن هناك فرص للتفاهم في التفاصيل بعد ذلك، أو ما تبقى من القضايا التي يمكن بعد ذلك مناقشتها داخل قاعة التفاوض. وأنا أعتقد أن هذا الأسلوب جيد، لأنه فعلا إذا بدأت هذه الجولة دون أن يكون لها ترتيبات وتحضير جيد مع الأطراف كلها حتى الأطراف السياسية، فإن ذلك قد يكون مؤشر لفشل الجولة. وإذا فشلت هذه الجولة، من الصعوبة بمكان التحدث بعد ذلك عن أي مبادرة إقليمية ودولية، سيصبح بعد ذلك الامتحان هو في الميدان فقط. وللأسف الشديد هذا الأمر الآن سائل. هذه نقطة غاية في الأهمية، لأنه أريد أن أسألك عن انطباعات السودانيين عموما والحكومة القائمة سواء كانت الخارجية أو الجيش حول هذه التحركات من قبل المبعوث الأممي، وفعلا مدى قدرته على تحقيق اختراق باعتباره أول مبعوث خاص بعد الحرب. يعني بصورة صريحة جدا، كل الشعب السوداني، الغالبية من الشعب السوداني يريدون الوصول إلى حل بأي طريقة، يعني أن يكون هناك وصول إلى حل، ويعتقدون أن التفاوض والسلام هو الطريق الأسرع والأضمن والذي والأكثر استقرارا على المدى الطويل. لكن كيف يحدث ذلك؟ حتى الآن أنا أعتقد ليس هناك صورة واضحة لدى الجميع، لا واضحة لدى الحكومة، لا واضحة لدى المكونات السياسية، وهناك فعلا نوع من التخبط الذي جعل كثير من الوقت يمضي وإطالة عمر الحرب بسبب عدم القدرة على إنتاج الحل. وللأسف الشديد هذا الواقع موجود حتى الآن. يعني أنا أعتقد أن نقطة الضعف الموجودة الآن كل المكونات السياسية، سواء كانت العسكرية السودانية، سواء كانت العسكرية أو السياسية، تنتظر حل من طرف ثالث غير معروف
أن يكون هذا الطرف الثالث هو المجتمع الإقليمي، المجتمع الدولي، أن يكون هبة السماء. يعني ليس هناك محاولة لإنتاج الحل من داخل السودان. وللأسف شديد الشعب الآن ينتظر على أحر من الجمر الوصول إلى نهاية هذه الحرب بأي طريق، ويفضل الطريق الأسلم والأسرع هو السلام. ماذا عن حل خارج من خارج السودان؟ يعني تنسيق بين الولايات المتحدة الأمريكية والإيجاد مثلا، هل يمكن أن يضغط على الأطراف للقبول باتفاق، أم أن هناك خلاف داخل المجتمع الدولي في طريقة الحل أصلا؟ لا، يعني أنا ليس هناك اختلاف، لأن الذي طرح يعني كل المبادرات التي تحدثنا عنها منذ بداية هذه الحرب حتى الآن ليس فيها شروط محددة من المجتمع الدولي أو المجتمع الإقليمي. هي مبادرات دائما تهتم فقط بجلوس الأطراف السودانية مع بعضها البعض. كل المبادرات، الإيجاد، منبر جدة، دول جوار السودان، كل هذه الأطراف كانت فقط تسعى لوضع الأطراف السودانية مع وجها لوجه مع بعضها البعض للوصول إلى حل دون أي شروط من الخارج. لكن للأسف شديد الأطراف السودانية هي التي تنتظر أن يأتي حل من الخارج، أو تأتي يعني أجندة محددة من الخارج. وهذا لن يكون في مصلحة أي طرف، لأن الخارج لا يستطيع أن يستوعب المعادلة الداخلية السودانية، ولا يستطيع أن ينتج الحل نيابة عن السودانيين. يعني يمكنهم أن يأخذوا الحصان إلى النهر، لكن لا يمكن أن يجبروه على شرب الماء. هم يمكن أن يضعوا منبر في جدة في أي مكان ويجلبوا الأطراف السودانية إليها، لكن لا يمكن أن يضغطوا على الأطراف السودانية للوصول إلى اتفاق. وهذه هي المعضلة التي نواجهها الآن. وأنا أعتقد أن خارطة الطريق التي طرحت من المبعوث الأمريكي هي الأفضل، هي التباحث أو التفاوض حول اليوم التالي، ماذا يحدث بعد الحرب. هنا ستحل قضية الحرب، لأنها فعلا هي معركة من أجل السلطة والكراسي. شكرا جزيلا أستاذ عثمان مرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، كنت معنا من القاهرة. في نيويورك اقتحمت الشرطة مجددا حرم جامعة كولومبيا، واعتقلت عددا من الطلاب المتظاهرين المطالبين بوقف الحرب في غزة. قال متحدث باسم الجامعة في بيان إن الاقتحام بدأ الساعة 9 مساء في تحرك وصفه بأنه يهدف لاستعادة السلام والنظام في مجتمعنا، بينما طلبت رئيسة جامعة كولومبيا من الشرطة البقاء داخل حرم الجامعة لغاية 17 من مايو. كما اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم في حرم جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بين محتجين مؤيدين للفلسطينيين وآخرين مشاركين في مظاهرات مضادة حاولوا إزالة مخيم للاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي. هذه صور مباشرة إذن مشاهدينا للتظاهرات في جامعة كاليفورنيا بسبب الوضع في غزة. إذن استمرار التظاهرات في الجامعات الأمريكية، وهذه صور مباشرة للمظاهرات والتواجد من قبل الطلاب في جامعة كاليفورنيا. ختام استوديو الحدث، إلى اللقاء.